para el mundo. Vamos a comenzar para entrar adentro del campo, el campo no. Baten su alto tiempo, lo que es como la bombada. ان شاء الله ضربنا واحد الناس وان شاء الله ردنا ودابا غادي قرابين الكامب نو شي 200 متر ولا 300 بون هي الكامب نو غير هايدا. المهم خليكم معنا تشوفوا الاجواء كيفاش كتكون في الكامب نو كذا واخا ما كاين لي باردي دوني نادا اليوم ديالي كما كتشوفوا معنا هذا هو الكامب نو وتسناونا حتى ندخلوا ليلو نصور لكم داخل ونصور لكم الاجواء كيفاش كتكون في الكامب نو. بون احنا دخلنا دابا باقا ندخلوا الكامب وخليكم هذه هي الدخلة الكامب نو. احنا دابا داخلين الكامبو وين اخوتي ديالي خليكم معنا خليكم معنا حتى ندخلو الكامبو ونصوروكم اخوتي. المانو جاسم سيو ديالي في السنترو ديك الساعة يقول لكم كيفاش طلع دابا هاد الورقة هادي كندخلو بيها انا الكامب نوريهم باش كتدخل هاداك الورقة هادي كتدوز عليك في السكانر وكتدخل بيها الكامب نو. دابا خليكم معنا نصوروكم شي لقطة باش ندخل في الكامبو وندورو شوية ديك الساعة كاين لكم شي باسيو في بارسيلونا. بارسيلونا 2015 هاي المهم اخوتي كاملين تشامبيونز كاملين خمسة. وين اخوتي ديالي احنا دابا صنا فاست الكامب نو دابا معنا جاسم هشي هو العريشي وحنا دابا كنا كنتسارو في الكامب نو هانتوما اخوتي كيما كتشوفو. المهم معنا باسيو في الكامب نو غادي نكملوها لكم في بارسيلونا شي باسيو في جوج كاتالونيا وان شاء الله غادي يكون فلوق مزيون وعاجبكم عاد بارطاجيو معنا باش دايما الجديد دايما الجديد دايما الجديد يا بوحدي يا مع اسامه. بوينو خليكم معنا. بوينو خوتي ديالي راسنا خرجنا من الكامبو دابا غادي نعاودو نشوفو فين كيعاودو باخو نتاعت مره وخليكم معنا خصنا نعاودو نبازو خليكم معنا واش الماكن غادي نصور ما نفتش على هاد الانترا دابا باش غندخلو نتكازو ما كايناش هاد السخط كبير تاع اكسجين سين تلفنا هاينا ما نفتش. كاميرا خوتي ديالي احنا دابا جبرنا بحال الهابطه ما عارفينش شنو كتصفي كان احنا هو هادي نفس السالم
اخوتي برك كنا شغالنا انترادا كامبو. هنا اخوتي هنايا قبل سي كنا ليه هنا انا وجاسم ودابا هبطنا لهنا. انا اخوتي جباسوني جالس يجلس ميسي كيما اللي تقول سير هيدا راسي لطيف لا راحة تبقى كان بيو حياتك كاملة وما سندمش يا صاحبي هاي صار راحة يا صاحبي هاجي سي عاود تا هو انا خوتي نصر راح اطلق الشعر ديالي دابا غادي نودعو كامب نو غادي ندوي فحالنا وهنا كون نهاية الفلوك بارطاجيو معنا ولايك لايك باش تشوفوا دائما الجديد انا تفاعلوا معنا.